جميلة. أنا ما أقول شيء عليكم، أرحب بكم وأنقول أن هنا نحيا بشعار الله الوطن الملك. عندنا اليوم جوج ديال الفقرات، عندنا فريق عزيز للمنطقة اللي هو فريق السهام، اللي يمكن هذه السنة الصعود إلى القسم الوطني الثاني هواز. باسمكم كنهنيو فريق السهام على الصعود. إذا بالمزيك تتحرك رياضيا كذلك، فبعد فتح السنة الماضية اللي صعدات فريق القسم الوطني الأول هواز، اليوم سهام الفريق الثاني هواز. إذا بالمزيك الآن ممثلة في قسمين هواز ألف وباء، نتمنى أن نتمكن مستقبلا الفرق ديالنا تمثل في القسم الوطني الثاني محترفين، ولما لا عليكم وعلى وليداتكم إن شاء الله في القسم الوطني الأول. مرحيم الحسن أكنا ورئيس أولمبيك سهام الرياضي البيضاوي لبمسيك. بالنسبة لهذا الصعود اللي اقتنى هذا العام هذا، فما جاش غير على الصفة ولا هكذا، فالحمد لله جاب واحد الجهد كبير وعمل كبير من الطاقم التقني ولا من اللاعبين ولا من الإخوة ديالنا ديال الجماعة، وعلى رأسهم السيد الرئيس السي محمد جودار اللي صراحة تعاون معنا من أول سنة إلى آخر سنة، لأن هذا العام حطينا في الزوبجيكتيف ديالنا أننا غادي نصعدوا للقسم الهواس. فصراحة أن رئيس الجماعة دار معنا وسطر معنا هذا الشيء، وكان معنا من بداية السنة إلى نهاية السنة إلى حتى النهار ديال البراش. الحمد لله هذا كنا كنطمحوا ليه دائما سنين هذه، وحنا في تروازيام ديفيزيون كنقولوا راه حنا غادي كذا غنطلعوا. وكتعرفوا بان الصعود للقسم الوطني هوات خاصو بزاف، خاصو مسائل ماديه وخاصو مسائل معنويه. بالنسبه للمسائل المعنويه كنلقاو دائما، ما بالنسبه للماديات اللي كنحصلوا فيها دائما. وهذا العام الحمد لله كما قلت لكم بمساعده جميع الاخوان ديال الجماعه وعلى راسهم السيد الرئيس وعلى جميع وعلى راسهم كذلك جميع الفعاليات ديال بمسيك، ف استطعنا اننا نطلعوا اننا نصعدوا للقسم الوطني هو الثاني. القسم نسلم منحه لفريق اولمبيك السهام. سيسلم السيد الرئيس لرئيس الفريق الحاج أكنو. شعيب قطور. أكنو. شكرا للسيد الرئيس. نتمنى التمثيلية في المستوى الموسم المقبل. لكم كرئيس الفريق ما هي طموحاتكم الموسم القادم ان شاء الله؟ احنا ان شاء الله الرحمن الرحيم كنتمنوا اننا ما ننزلوش، نبقاو عاوتاني ان شاء الله في قسم وطني الثاني هو السنة المقبلة. وحنا كان مع الاخوان ديالنا التقنيين ومع الاخوان ديالنا كلهم ديال الطاقم التقني والطاقم الاداري ديال الفريق اننا غادي نحاولوا نحطوا واحد البرمجة ونديروا واحد ليزوبجيكتيف ديالنا على اساس نطلعوا القسم. الى ما طلعناش هذا العام الجاي ان شاء الله العام الاخر نطلعوا القسم الوطني هو البريمير. توجتم في مدينة برشيد واليوم تتواجدون بمنطقتكم، ما هو الشعور؟ الحمد لله كل شعور كل واحد اللي كيكون فرحان وكون كتسنى هذه البهجة وهذا السرور أنه تأتي ليه، فالحمد لله ملي كيجي فالجميع فرحان، كل شيء فرحان، جميع يعني الإخوان كلهم ديال النادي راهم ناشطين بهذا الصعود هذا.